خالد لما ابتديت في المهاجر والمصير بعدين عملت اسماعيليه رايح جاي، ما حسيتش ان دي خطوه كانت للوراء بترجعك لورا؟ لا اطلاقا. ليه؟ علشان مش كل الافلام المهاجر والمصير، استاذ يوسف شاهين بينتج بطريقه مختلفه وافلام ضخمه. انا بيهمني بعد كده دور اكون مؤثر من خلاله، فاسماعيليه كان دور مؤثر جدا، زائد انه الفيلم ده هو اللي خلانا كلنا كشباب نقدر نعمل افلام باسمائنا كابطال. فيلم يعني على الرغم من ان الفيلم كان انتاجيا ضعيف ولكن نجاحه الجماهيري هو اللي عمل التويست في السينما المصريه. يعني هو اللي خلى كل الشباب دول، هنيدي وعلاء والسقا وحتى انا بالرغم انه ابتديت قبل كده في المهاجر، لكن هو اللي خلاني اقوى بالنسبه لعمر 2000. قبل اسماعيليه رايح جاي انا فاكره خالد انا قعدت معاك واتكلمت مظبوط، وكانت لهجتك اقل ثقه، كان فيها حزن وشجن شديد جدا، وانا فاكره وانت قلت لي بصراحه احنا هنشتغل امتى؟ انتوا قاعدين تقولوا لنا الكبار الكبار الفنانين الكبار، طب انا هطلع بطل وانا عندي 45 سنه؟ لسه يعني امتى هاخد فرصه ان انا امثل سني؟ وكان جواك فاكر الحوار؟ فاكر كويس جدا. نستعيد، هل انت لسه في نفسك؟ لا، ما انا قلت لحضرتك بقى الخبره اللي من الوقت ده. كان تقريبا بالظبط، انا فاكر انه كان بعد المهاجر مباشره. وفات حوالي 5 سنين، ففي الفتره دي انا يعني ازدادت ثقتي في الجمهور. لما عملت المصير، لما عملت اسماعيليه، لما عملت فتاة من اسرائيل والجنزير، ولما عملت نحن لا نزرع الشوك، حسيت قد ايه هم يعني عايزين حد يفضل صامد. ايوه، خليك صامد وهنديلك، احنا عايزينك كده. في ناس فرقعات، ايوه هيفرقعوا وهنروح لهم برضو، بس انت، لا مش قصدي كده، بس انت خليك صامد واحنا هنجيلك وهنجربك. يعني هنقعد نعمل لك اختبارات. فانا بتحدى اختباراتهم وموافق عليها. وانتم موافقين على كلام؟ عبقري ولا عبقري؟ عبقري ولا ايه خالد؟ ها؟ بنحبك يا خالد. عمر، لا خلاص بقى دلوقتي بقى عمر 2000. عايز اقول لك انه في بدايه علاقتك مع يوسف شاهين، خالد يوسف شاهين قال له انا مخرج عبقري، فرد عليه قال له وانا ممثل عبقري. ازاي ترد على الاستاذ تقول له كده؟ هو كانت اولا انا كنت مرعوب دي من كتر الرعب، وكان اول لقاء من كتر الرعب قلت له انا ممثل عبقري انا، وخايف منه جدا. هو ما قاليش انا مخرج عبقري الحقيقه. الاستاذ ما بيقولش كده عن نفسه، بس هو بيقول لي انت عملت ايه في المعهد، فقلت له اسماء الحاجات اللي عملتها، وانا خايف طول القعده انه يشتمني. قالوا لي ده بيشتم. فقال لي بس دي حاجات صعبه قوي عليك، يعني ما عمل كده. فقلت له بص بقى، انا خايف بقى ان اللي بعد كده تبقى شتيمه. قلت له بص بقى، لو انت مخرج عبقري انا ممثل عبقري. قال لي مع الف سلامه يا ابن الباب من هنا. خرجت بجد؟ خرجت مشيت في الشوارع، وكان الميعاد الساعه 9 الصبح في مكتبه. فخرجت بقيت ماشي كده في شارع رمسيس، قلت انا ضيعت الموضوع. هو حصل ايه يعني؟ انا كنت عند الاستاذ ونزلت ماشي في الشوارع وبدور على الاتوبيس دلوقتي. وبعدين قلت له انت كان لازم تجيب محمود المليجي مش خارج. ده لما عرض عليا المهاجر. الدور كان صعب جدا. ايوه حقيقي في اول صعب. في شوت انا حسيت انه ده لازم يبقى معجزه لقطه. وهو لما بيشوف الشلال وهو بقاله كتير مش عارف يلاقي مطر عشان يزرع، فبيلاقي بيسمع وخلاص بقى يائس، بيلاقي شلال ميه في وسط الصحراء، فبيقول طب يعني اتاكد، فبيمد ايده بياخد الميه، فبيكتشف ان الميه حلوه تنفع للزراعه. دي معجزه. لو الشط مش معجزه، الرياكشن اللي على وشي، يبقى بعد كده مش هنفع امثل. فقلت اخدها من قصرها واقول له روح محمود المليجي يعمل لك الدور.